صرت على 9 متاع الصباح مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة، موج مع الموجة. صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع والمشاهدة. لرنو موضوع اهتمامنا اليوم، خاصة فما آخر الأجال لتقديم القوائم المالية بسجل الوطني للمؤسسات نهار 31 جويلية. ما تقولوناش ما ذكرناكمش، أنا ذكرناكم. نعرف فصل الصيف في شعات الراحة والكونجيات والدنيا الكل، فبالتالي نذكروا لخيان من مهنيين من كونتابلية وذولي لي كوميسارو كونت زادة وسي ما نعرفش تو ناس السعادة وأصحاب الباتيندات والناس الكل، معناها حتى المنظمات والجمعيات اللي ولات عندها قوائم مالية ولا ما عندهاش ما نعرفش، هذه الكل يشملهم ولا ما يشملهمش. نسألوا هذا بعد قليل على سي محمد عادل الشواري المدير العام للرنو. ضيف الدنيا وما فيها، سي محمد عادل شكرا لك على تلبية الدعوة، مرحبا بك. أخي مرحبا بجوهرة فهم، أهلا وسهلا. أي سيدي، إيداع القوائم المالية بالسجل الوطني للمؤسسات آخر الأجال 31 جويلية 2024، توا معناه اليوم رانا نهار 18، مازالوا 13 يوم على أقصى تقدير، صحيح هكا ولا لا؟ شكون المشمولين بإيداع القوائم المالية؟ شكرا على الاستضافة. أول حاجة، التاريخ 31 جويلية من كل سنة هو بطبيعة الحال تاريخ إيداع الأجال القوائم المالية، لكن مش 100% من الشركات اللي آخر أجال 31 جويلية، لأنه فما هو تاريخ معناها 7 أشهر من ختم الموازنة المالية. نجم يكون فما شركات ختم الموازنة المالية قبل في سبتمبر أو حتى في أفريل وغيرها، دونك هذا لكن هو قول الشهر 7 من كل، لكن تقريبا 99% من الشركات التونسية على الأقل، نحكي ما نحكيش الشركات الاجنبيه المقيمه في تونس اللي تكون مرتبطه باصول الشركات الخارج تعمل ختم القوائم الماليه قبل شويه. اذا نقولوا احنا باش ما ندخلوش ناس بعضها، 31 جويلية من كل عام ايداع القوائم الماليه سنوين، والشركات او المؤسسات المطالبه بايداع القوائم الماليه هي كل الشركات بانواعها، جميع الشركات بدون استثناء، الجمعيات دونك ايداع الجمعيات وسي بطبيعه الحال الجمعيات هي زاد مطالبه بايداع القوائم الماليه، والاشخاص الطبيعيه اللي زاد كفيف تمسك محاسبه، دونك هذو الاشخاص الطبيعيه اللي عنده باتيندا، معناها اللي عنده باتيندا لكن عنده ريجيم ريال، معناها دونك عنده يمسك فورفيتير، اي دونك يمسك محاسبه، دونك هذا مطالب بدونك ايداع القوائم الماليه. الوثائق المطالبه هي بطبيعه الحال لو بيلون، معناها القوائم الماليه، التقرير مراقب الحسابات ان وجد، بس بطبيعه الحال فما شركات عندها نقولوا مراقب حسابات الكوميسير كونت رابور دو كوميسير كونت، بطبيعه الحال فما شركات عندها واجب ايداع التقرير مراقب الحسابات، وخاصه الشركات خفيه الاسم ما شابهها، وخاصة معناها محاضر جلسات المصادقة على القوائم المالية إن وجدت، وإلا يتم إيداعها لاحقا إذا كان ما يتمش الإيداع. قلنا احنا لتسهيل الخدمة للمواطنين إيداع القوائم المالية بطبيعة الحال ينجم يتم على مراحل، تودع القوائم المالية، تنجم تكون القوائم المالية غير مصادقة عليها، ومن بعد يلحق تقرير يلحق مصادقة من طرف مراقب الحساب، معنى الجلسة العامة، خاصة المحضر الجلسة العامة يتم معناها إيداعه لاحقا واعتباره معناها كتحيين، وإيداعه بتاريخ الجلسة، كيف إذا كان ما ثماش رقم مراقب الحسابات يتم إيداعه، لكن يتم الحق تقرير مراقب الحسابات لاحقا أيضا، لكن يعتبر القوائم المالية نعتبرها غير معناها مصادق عليها، تعتبر قوائم مالية غير مصادق عليها طالما لم يكن هناك تقرير مراقب الحسابات، إذا وجد إذا كان فما وجوب. دونك هذه دونك تقريبا ما يتعلق بال كل خطوة المالية. بحسنة ولا لا ولا مجانية العملية سي محمد؟ لا، هي بموجب النص بموجب القانون، هي فما بطبيعة الحال فما معلوم، وبعد المعلوم هو 50 دينار على كل إيداع قوائم مالية، و 25 دينار إذا تم الإيداع إلكتروني، وأنا نحث جميع الناس أنهم يقوموا بإيداع إلكتروني، والمنصة متاحة وموجودة 24 ساعة على 24 وسبعة أيام في الأسبوع من غير ما يجيوا للقيشي، حتى أنا قاعد نشوف الليمت هذه زحمة برشا في القيشي، معناها ما فهمتش علاش داير، معناها عاودوا لهم اللي هي 50% يربح 50% يربح ويربح وقته ويربح أعصابه ويربح كل شيء، دونك من 50 دينار يدفع كان 25 دينار إي أون ليني، زاد يخلصها أون ليني وكل شيء أون ليني، ما غير صف ما غير تعب ما غير حتى شيء، موجودة ومتاحة، يمكن أن يقوموا بالعملية هذه في كل الحالات في الويك كان
على راحته اذا كان يحب دونك، وهذا دونك متاح للجميع. نحب نسال هنا عدد الشركات اللي عندنا والجمعيات في تونس، كان عندكم العدد انتوما ثم اللي التحقوا بالسجل الوطني للمؤسسات معناها ولاو ديزون منخرطين وقاعدين يتعاملوا معكم. هو قاعدة البيانات السجل الوطني للمؤسسات تقريبا فيها 850 ألف معناها مرسم بين أشخاص طبيعية وشخص معنوية، تقريبا في حدود الثلث أو أكثر من ثلث معناها أشخاص معنوية معناها بين شركات وجمعيات، والآخر دونك هم أشخاص طبيعية معناها بطبيعة الحال من تجار حرفيين ومهنيين. بطبيعة الحال تعرف أنت السجل ما عادش فما فيه كان تجار، بس أيضا فيه المهنيون والحرفيون الذين يتم تسجيلهم. دونك قاعدة بيانات تتوسع، صناعة التقليدية وغير ذلك اللي عنده بطاقة مهنية هذاك كلهم يتم تسجيلهم وأيضا دونك المهنيون بالحال بالمحامين وهندسين وغيرهم من الأطباء وكلهم مطالبين المهنة الحرة بشكل عام. على تقريبا النسبة إذا كان نقولوا الناس هذوما مرسمين بالسجل الوطني، النسبة على المستوى الوطني قداش؟ إيش معنى نسبة على المستوى الوطني؟ معنى هل كل الشركات وكل المهنيين في المهن الحرة وكل المنظمات وكل الجمعيات سي مرسمة في السجل الوطني، وإلا النسبة اللي وصلنا لها في حدود 50-60-70% قديش؟ والله بالنسبة للشركات أنا نجم نجزم اللي 100% مرسمة، لأنه ما نجمش يقوم حتى إجراء إداري بما فيها فتح حساب بنكي بدون ما يقوم بيكون مرسم. أصلا لا يمكن اكتساب الذات المعنوية إلا بالترسيم في السجل، حيث أنه ما نتصورش مؤسسة عمومية ولا مؤسسة خاصة ولا بنكة تنجم تتعامل مع شركة بمجرد أن عنده باتين يدير به. دونك ما يفيد معناها يظهر ما يفيد الترسيم في السجل الوطني للمؤسسات، وإذا كان قام بذلك هو مخالف، إلا اللي خدم معاه هو زوج مخالفين. صعيب برشا باش الشركات ولا مؤسسات تقوم بالعملية هذه، لأن المخالفة معناها عقوبتها تنجم تكون مالية وتنجم تكون سالبة للحرية. توصل السجل بطبيعة الحال دونك هذا في صورة ما إذا كان أنت عندك واجب الترسيم لكن أنت ما رسمتش في التسجيل، عند التسجيل معناها تقوم أنت قاعد تقوم بنشاط معناها باراليل فهم كل كساخت تعتبر باراليل. وبالنسبة للأشخاص التابعين هم الباتين ده وحدها راهي ما تكفيش، يقول لك لا هو عندي الباتين ده وجود إيجابي، هو وجود جبائي. احنا ديما نفرقوا بين معناها بين الدافع ضرائب الوجود الجبائي والوجود القانوني. والوجود القانوني لا يكتسب الا بالترسيم في السجل، لان المحاجه والاعتراض لدى المحاكم ولدى الغير لا يمكن المحاجه بها بالمعرف الجبائي، يمكن المحاجه بها بالمعرف الوحيد المرسم في السجل. معلش موجودين لصوص يعيشوا مع بعض، معلش ما يقعش دمجهم. هي هذه هي مش مساله دمج، هي مساله انه احنا قاعدين نخدموا مع الاداره العامه الجبائيه صراحه، وان شاء الله النتائج تظهر من اخر السنه هذه، هو انه يكون تقريبا سيمولتاني لوكتخوا بين البلاتيندا والسجل الوطني للمؤسسات، مش يكون معناها هذه فما معناها في اطار الترابط والمنصه الوطنيه للترابط البيني اللي يتصرف فيها المركز الوطني للاعلاميه، قاعدين نخدموا حاليا مع بعضنا في ترابط، لكن مش نقوم من هنا لاخر العام باش يكون فما سينكرونيزاسيون توتال بين الاداره العامه الجبايه والسجل الوطني للمؤسسات، بحيث انه ما نجمش علاش نعمل باتين ومن رنو معناها حاجه بركه لازم حاجه بركه، لكنه احنا ما يراهاش المواطن هو في الحال، هي مساله ماكينات معناها تتحاور بين بعضها، وهذا مش هيخفف برشا مساله انه يعمل باتين ده وكما نقولوا احنا بين الظفير يمشي يفلح، يعني ياخذ باتين ده اليا يبدا مسجل في السجل الوطني. هذيك فما عمليه ترابط باش يتم فما تناغم بين قواعد البيانات العموميه ان شاء الله في اذا كان الشركات 100% شكون اللي مازال النسبه المئويه ماهيش 100%؟ هل المهن الحره؟ الاشخاص الطبيعيه بصفه عامه، لانه ديما نرجع نفس النقطه اللي قلت انت تو، انه بالنسبه لي خذا باتين ده معناه نجم يمشي خدمه. الوغ هو مازال ما عادش عنده وجود قانوني، هو ما عندوش وجود قانوني لانه فقط عنده وجود جبائي. واضح. الجمعيات والمنظمات تجاه الدولة لكن ليس لكن تجاه الغير، معناها تجاه الغير مجابهة الغير ما عندوش وجود قانوني. الجمعيات والمنظمات كيف الجمعيات عندنا في حدود أكثر من حدود 8000 جمعية مرسمة في السجل الوطني للمؤسسات، من جملة تقريبا 28000 موجودين في الإدارة العامة للجمعيات، من جملة تقريبا فما تقريبا 14000 جمعية عندها باتين ده، لأنه بالقانون ما تنجمش جمعية تنشط إلا لم يكون عندها على الأقل معرف جبائي. دونك تقريبا نحكيو على ثلث الجمعيات مرسمه مقارنه بالتيوريكمون معناها العدد الجملي موجود في تونس.
نعم. نقدم شوية القدام الالتزامات المحمولة على المؤسسة بالسجل الوطني للمؤسسات. خاصة هي الالتزامات، هي فما التزامات دورية، هي هي التحيين، خاطر السجل في بما معنى شو معنى؟ السجل الوطني للمؤسسات أو سجل المؤسسة هو يعكس الواقع القانوني للمؤسسة. هو يلزم يعكس الواقع القانوني، أنت كموجود في النهج الفلاني عدد كذا يلزم في السجل يكون يعكس. نقلت الأدريس، نقلت الأدريس نعم المحضر ونعديه للسجل. بدلت بدلت الوكيل أو بدلت المدير العام أو غير رفعت في رأس المال أو كل شيء، كل هذا يلزم السجل يعكس الواقع. دونك هذاك علاش فما واجب التحيين الدوري أو التحيين بصفة عامة، طالما فما تحيين صار معناها طرأ على تغيير، طرأ على في حياة المؤسسة، لأنه المواطن أو المتعامل سواء الحليف ولا المزود ولا الدولة ولا البنوك ولا غيره ما عندوش طريقة باش يتعرف على المؤسسة هذه، اسكو صار فيها تحيين وما صارش، ما عدا عن طريق الإشهار في السجل الوطني للمؤسسات، لأنه السجل بطبيعة الحال هو مؤسسة إشهار قانوني قبل كل شيء. دونك إشهار كل البيانات اللي تم إيداعها. كل البيانات موجودة عندك أنت في السجل هذا محفوظة محفوظة في الرنو هذايا، في كل الشهادة اللي تاخوها نتاع من عند السجل المستخرج أو المضمون معنا. المضمون هذاك اللي تاخذه يعكس الواقع من المفروض من الانترنت، نجم من الانترنت ولا تاخذها من الجيش؟ لا من الانترنت فقط. الانترنت فقط؟ اي من الانترنت فقط. و10000 مش متاح 10000 10000 هو ايش نقول لك معناها، يلزم الانسان وقت اللي ياخذ مضمون من السجل الوطني للمؤسسات ويتعامل مع حليف او يتعامل مع مزود او يتعامل مع اي كان، وقت اللي يقدم له بيانات ويلقاها معاكسة لما هو موجود في المضمون، راهو السيد اللي قدم لك مضمون مخالف. دونك يلزمك تدفع انت باش يكون اذا كان عنده وثيقه يلزم يشهرها في السجل الوطني للمؤسسات، ومن بعد يجي بالو الكليك انت مثلا معناها ماشي واحد يجيب جلسه عامه يقدمها للبنك قبل ما يقدمها للرنو راهي مخالفه. واضح. هل هنا السؤال اللي باش نطرحوه بعد الفاصل مباشره، يا سيدي لرنو نظمت العمليه هذه وطمنتنا، ولا حتى انت كان ضاعت لك حاجه وانت مسجلها عند لرنو حافظها، راك باش تلقاها كشركه ولا كشخص طبيعي معناها كباتيندا ولا كمنظمه ولا كجمعيه ولا غير ذلك. ومن المفروض انه كيف نهز المضمون نتاع لرنو يعوض بقيه الاوراق الكل. الى حد اليوم بعض المؤسسات الماليه، بعض الادارات تزل لرنو لا جيب لي ستاتو، جيب لي درا شنو ومعرف بالامضاء، جيب لي كذا، جيب لي القوائم الماليه يا ودي ها حطيناهم في الرنو وانت عندك اكسي للرنو. هل تحل المشكله هذه ولا ما تحلش؟ سي محمد عادل شواري جاوبنا بعد قليل المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات. فاصل ونعود.